وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم إلى آخر السورة إن شاء الله. فيقول الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت خطاب، لكن لمن؟ هل هو للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه الذي أنزل عليه القرآن، أو عام لكل من يتوجه إليه الخطاب؟ العموم أولى، فنقول أرأيت الذي عام لكل من يتوجه إليه الخطاب. أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالجزاء، وهؤلاء هم الذين ينكرون البعث ويقولون: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. ويقول القائل منهم: من يحيي العظام وهي رميم؟ هؤلاء يكذبون بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالجزاء، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فجمع بين أمرين: الأمر الأول عدم الرحمة بالأيتام الذين هم محل الرحمة، لأن الأيتام هم الذين مات آباؤهم قبل أن يبلغوا، وهم محل الشفقة والرحمة لأنه فاقد لأبيه فقلبه منكسر يحتاج إلى جبر، ولهذا وردت النصوص بفضل الإحسان إلى الإحسان. لكن هذا والعياذ بالله يدع اليتيم أي يدفعه بعنف، لأن الدعاء هو الدفع بعنف، كما قال الله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي دفعا شديدا. فتجد اليتيم إذا جاء إليه يستجديه شيئا أو يكلمه في شيء يحتقره ويدفعه بشدة فلا يرحمه. أيضا لا يحثون على رحمة الغير ولا يحض على طعام المسكين، فالمسكين الفقير المحتاج إلى الطعام هذا قلبه المحتاج إلى الطعام لا يحض هذا على إطعامه، لأن قلبه حجر والعياذ بالله قاسي، فقلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة. إذن ليس فيه رحمة لا للأيتام ولا للمساكين، فهو قاسي القلب والعياذ بالله. ثم قال عز وجل: فويل للمصلين. ويل هذه كلمة وعيد، وهي تتكرر في القرآن كثيرا، والمعنى الوعيد الشديد على هؤلاء. للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هؤلاء مصلون يصلون مع الناس أو أفرادا لكنهم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون عنها، لا يقيمونها على ما ينبغي، يؤخرونها عن الوقت الفاضل، لا يقيمون ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا قعودها، لا يقرؤون ما يجب فيها من قراءة سواء كانت قرآنا أو ذكرا. إذا دخل في صلاته وإذا هو غافل قلبه يتجول يمينا وشمالا، فهو ساه عن صلاته. وهذا مذموم، الذي يسوى عن الصلاة ويغفل عنها ويتهاون بها لا شك أنه مذموم. أما الساهي في صلاته فهذا لا يلام، والفرق بينهما أن الساهي في الصلاة معناه أنه نسي شيئا، نسي عدد الركعات، نسي شيئا من الواجبات وما أشبه ذلك، ولهذا وقع السهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشد الناس إقبالا على صلاته، بل إنه قال عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة، ومع ذلك سهى في الصلاة، لأن السهو في الشيء يعني معناه أنه نسي شيئا على وجه لا يلام عليه. أما الساهي عن صلاته فهو متعمد للتهاون في صلاته. ومن السهو عن الصلاة أولئك القوم الذين يدعون الصلاة مع الجماعة، فإنهم لا شك عن صلاة المساوين فيدخلون في هذا الوعيد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاة المساوين. الذين هم يراؤون ويمنعون المعون، أيضا إذا فعلوا الطاعة فإنما يقصدون بها التزلف إلى الناس وأن يكون لهم قيمة في المجتمع، ليس قصدهم التقرب إلى الله عز وجل. فهذا المرائي والعياذ بالله يتصدق من أجل أن يقول الناس ما أكرمه، هذا المصلي يحسن صلاته من أجل أن يقول الناس ما أحسن صلاته وما أشبه ذلك. هؤلاء يراؤون أصل عبادة لله، لكن يريدون مع ذلك أن يحمدهم الناس عليها ويتقربون إلى الناس لتقربهم إلى الله. هؤلاء مراؤون والعياذ بالله. أما من يصلي لأجل الناس بمعنى أنه يصلي بين يدي الملك مثلا أو غيره يخضع له ركوعا أو سجودا فهذا مشرك،
كافر، قد حرم الله عليه الجنة ومواه النار. لكن هذا يصلي لله مع مراعاة أن يحمده الناس على عبادته، على أنه عابد لله عز وجل. وهذا يقع كثيرا في المنافقين، كما قال الله تعالى: يراؤون الناس وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. انظر لهذا الوصف: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إذن هم عن صلاتهم ساهون. يراؤون الناس هنا يقول الذين هم يراؤون. فإن قال إنسان: وهل الذين يسمعون مثلهم؟ يعني إنسان مثلا يقرأ قرآن، يجهر بالقراءة، يحسن القراءة، يحسن الأداء والصوت من أجل أن يقال ما أقرأه، هل يكون مثل الذين يراؤون؟ الجواب نعم، كما جاء في الحديث: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. المعنى: من سمع فضحه الله، وبين الناس أن الرجل ليس مخلصا ولكنه يريد أن يسمعه الناس فيمدحوه على عبادته، ومن رأى كذلك رأى الله به. فالإنسان الذي يرأي الناس أو يسمع الناس سوف يفضحه الله وسوف يتبين أمره إن عاجلا أم آجلا. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، أي يمنعون ما يجب فذله من المواعين وهي الأواني. يعني يأتي الإنسان إليهم يستعير آنية، يقول: أنا محتاج إلى دلو، محتاج إلى بناء أشرب به، محتاج إلى لمبة كهرباء وما أشبه ذلك، ويمنع. هذا أيضا مذموم. ومنع الماعون ينقسم إلى قسمين: قسم يأثم به الإنسان وقسم لا يأثم به لكن يفوته الخير. فما وجب بذله فإن الإنسان يأثم في منعه، وما لم يجب بذله فإن الإنسان لا يأثم في منعه لكن يفوته الخير. مثال ذلك: إنسان جاءه رجل مضطر يقول: أعطني ماء نشرب به فإن لم أشرب مت. بذل الإناء له إيش؟ واجب، يأثم به الإنسان. حتى أن بعض العلماء يقول: لو مات هذا الإنسان فإنه يضمنه ذاك بالدية، لأنه هو سبب مرضه ويجب عليه بذل ما طلبه. جاء إنسان إلى آخر يقول: أعطني ثوبا أدفأ به عن البرد وإلا هلكت. هنا يجب عليه أن يبذل له ذلك الثوب وجوبا. لكن اختلف العلماء في هذه المسألة: هل يجب على المستعير في هذه الحال أن يعطي المعير أجرة أو لا يجب، أو يجب في المنافع دون الأعيان؟ كيف هذا؟ مثلا إنسان أتاك وهو مضطر إلى طعام، مضطر إلى طعام، فإن لم تطعمه هلك. هنا يجب عليك أن تطعمه، لكن هل يجب عليه أن يعطيك قيمة الطعام؟ قال بعض أهل العلم: يجب عليه أن يعطيك قيمة الطعام. وقال آخرون: لا يجب، لأن إطعامه في هذه الحال واجب عليك من عند الله. وهذا قول هو الراجح، أنه ليس له عوض، لأن إنقاذ الواقع في هلك واجب، ولا يمكن أن يأخذ الإنسان أجرا على ما أوجب الله عليه. في المسألة الثانية: جاءك إنسان مضطر إلى ثوب خوفا من البرد، فأعطيته الثوب، فهل يجب عليه أجرة لهذا الثوب؟ بعض العلماء يقول: يجب عليه أجرة، وبعضهم يقول: لا يجب. والصحيح أنه لا يجب عليه الأجرة، ولكن إن أعطيته إياه على سبيل التملك فهو ملك، وإن أعطيته إياه على سبيل العارية وجب عليه إذا وجد ثوبا غيره أن يرده عليه. هذا القول هو الصحيح، وبهذا ينتهي الكلام على